حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فسالناه عن وقت الصلاه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرا في الركعتين او احداهما ما بين الستين الى المائه